اهلا ومرحبا بكم مع مهند غلام 050-516-3525 من بن حموده للسيارات ابو ظبي. اليوم احنا هنتكلم عن سياره اللي عليها عرض الشهر، سياره قسطها لا يتعدى 999 درهم تقريبا لمده 5 سنوات. سياره اقتصاديه جدا في استهلاك البترول للمدينه وللخط، بماكينه 1.8 4 سلندر، ماكينه جير تقليدي طبعا 6 سرعات، 140 حصان، لتر البترول الواحد فيها بيمشي في حدود ال 14 كيلو مكس ما بين مدينه وخط. يلا بينا نشوفها من الداخل. زي ما انتم شايفين السياره ما شاء الله كروس اوفر، حجمها مناسب جدا، متوسطه الحجم، تنفع لعيله من 5 ركاب. دايما بياخدوها الشباب والشابات كمان للاستهلاك داخل المدينه او على خطوط. شكل جديد. الموديل اللي عندنا طبعا هي 2020، بيكون فيها طبعا الكشافات الضبابيه، التايرز الكونتيننتال هي 17 انش زي ما انتم شايفين الرنجات، بيكون عليها الشدات اللي على السقف. السيارة اللي معانا طبعا هي بتكون فول اوتوماتيك، الشبابيك كلها اوتوماتيك. هي عندنا هنا طبعا مسند للسايق لراحة الراكب والسايق عشان ممكن تستخدم في خطوط طويلة. هنشوفها من ناحية السايق حالا. زي ما احنا قلنا من شوية ان هي السيارة بتكون فول اوتوماتيك، فيها كشافات الضبابية امامية وخلفية، وعندنا الاضاءة الذاتية اللي هي اوتو لايت، العداد السرعة ديجيتال ومعاها الار بي ام. في اهم شيء عندنا هنا طبعا مثبت السرعه، بينفع طبعا في الاستخدام على الخطوط. ده شكلها وشكل الكراسي الاماميه. زي ما احنا شايفين استهلاك البترول بيكون جيد جدا، لتر واحد يمشي 14 كيلو. بنشوف شكلها من الخلف كمان كيف. زي ما شايفين سياره ما شاء الله ثبات عالي جدا على الخطوط، عزل عالي جدا، لان هي السياره بتكون يوني بادي مش بادي اون فريم. الدبل الخلفية طبعا ما شاء الله حجم مناسب جدا كمان، بنقدر نكبرها كمان لو احنا نزلنا السيتس او الكراسي الخلفية، الدبة بتكبر اكتر، بيبقى من اول المكان الخلفي هنا لحد ظهر السايق في مساحة خلفية للنقل. نلقي نظرة على التابلو بتاعنا زي ما احنا شايفين، فيها البلوتوث طبعا، اليو اس بي كونكتيفيتي او وصلات اليو اس بي، والاكسلري، فيها التراكشن كنترول، وزي ما احنا قلنا فيها مثبت السرعه للاستخدام على الخطوط الطويله. زي ما احنا شايفين كمان المساحه الخلفيه ما شاء الله مناسبه جدا للناس من جميع الاحجام، طبعا احجام متوسطه او الشباب الطويل شويه ما شاء الله، تقدر تركب ورا في الكراسي الخلفيه بدون اي معاناه. السيارة زي ما احنا شايفين ما شاء الله شكلها جميل ومناسبة جدا لعيلة من 5 ركاب او الشباب اللي بيكونوا لوحدهم او استخدام داخل المدينة او على الخطوط، تأدي كل الاغراض يعني. هي اسمها كروس اوفر، تمام، عليها الماكينة اللي كانت اكتر نجاحا عندنا اللي كانت بتنزل على الكروز مرة تانية، اللي هي 1.8 4 سلندر 6 سرعات اوتوماتيك 140 حصان. يلا اللي يتحصل على العرض لازم يتصل على مهند 050-516-3525 من بن حموده للسيارات عشان يلحق ياخد العرض تبع الشهر بقسط شهري لا يتعدى 999 درهم. ودي كانت نظرة سريعة وشرح مبسط للسيارة والعرض اللي عليها ومميزات الماكينة ومميزات طبعا داخل السيارة. يلا اتصلوا على مهند 050-516-3525 من بن حموده للسيارات ابو ظبي والعين. اهلا بكم.